قل يا شيخ، هل يجوز إطعام عشرة أيتام من دار الأيتام بدلا من إطعام 10 مساكين كفارة يمين يا شيخ؟ تقول بالتنسيق والإحضار. اليتم في ذهن كثير من الناس يقترن بالفقر والمسكنة، وهذا ليس بسديد، لأن اليتم ليس لازما للفقر والمسكنة، فقد يكون اليتيم ثريا وقد يكون اليتيم فقيرا، ليس هناك تلازم بين الفقر واليتم، قد يكون وارثا وقد يكون عنده مال نمي حتى أصبح غنيا وثريا، وبالتالي ما أنيط بالفقر فإنه لا يشمل الأيتام الأغنياء، لا بد من تحقق وصف الفقر، وبالتالي إطعام 10 مساكين من الذين في دور الأيتام أنا لا أعلم هل من مشترط. أولا هؤلاء مكفيون صحيح. فيما أعلم من الجهة المشرفة عليهم دار الرعاية، نعم. مكفيون مطعما ومشربا ومسكنا، فإذا كانوا كذلك فهؤلاء ليسوا محلا للإطعام، لأن من شرط الإطعام الفقر. أما إن كان هذا الدار خاص وليس دارا تصرف عليها الدولة أو الجهات ذات الاختصاص، إنما هو دار تبرعي من أحد المحسنين فتح دار للأيتام لإيوائهم، فهنا إذا قال لصاحب الدار سأطعمهم فهو يشاركه في كفايتهم، فلو أطعمهم كان ذلك مجزئا لأنهم فقراء، إذ إن هذا المحسن لو توقف لتوقف العطاء. أما بالنسبة للدولة فالدولة ترعاهم من باب قيامها على رعاياها، فهذا حق لهم في بيت المال يأخذونه، وليس كالمتبرع المحسن الذي آوى أيتاما وضمهم إليه. أحسن الله.